كانت الطفلة تنحف وعندها أسهال وأسعال وترشح والتغذية الأكل ما تقدر توكل كانت. أقوا البنات إلى المنزل فقاسوا البنت فكان عندها المقاس لون أحمر وأعطونا ورقة تحويل إلى المركز فقابناها للمركز ففحصوها هنا وأوزنوها وقايصوها وكان الضعف عندها ودو أعطونا من ذا المغذي لها. في أطفال عندهم سوء تغذية حاد وخيم، ولو نحن مش ننزل يعني ميدان ونقيسهم شهريا نعمل لهم متابعة وأحالة وكذا يمكن الطفل يتعرض لسوء التغذية ويتوفى. كان الخدمات جيدة واستقبال جيد واحترام وكان رضا مننا. هذه المساعدة هي تساعد من النقص الذي موجود في القرية. لو لم المساعدة هذه يمكن أن أغلب الأطفال تنتهي.